السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنت أول مرة تشاهدوا هذه القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأسود اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال موديلات جلابة القفطان المغربي. اليوم جبت لكم تشكيلة راقية ديال القفطان أو التكشيطة المغربية، عن موديلات متنوعة ومختلفة. كنتمنى إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم هاد التشكيلة هادي للاستفادة والتعرف على آخر ما كاين في الموضة ديال القفطان المغربي لهاد السنة هادي. ما تفخروش عليا بالضغط على زر الاعجاب، زر لايك، كتشجع لنا باش نكون ان شاء الله دائما نشارك معكم اخر الموديلات ديال القفطان وجلابة المغربيه. ما تنساوش كذلك تخلوا لنا تعليق سواء كان تعليق تحفيزي او اقتراح، يعني مرحبا بجميع الاقتراحات. وما تنساوش خليوا لنا تعليق يعني الفيديو القادم شنو تبغوا تشوفوا، واش جلابة ولا قفطان ولا يعني موديلات اللي كتبغيو، يعني غادي نحاولوا نقدمهم لكم. كما قلت لكم هذا الفيديو للاستفاده والتعرف على اخر ما كاين في الموضه المغربيه لهذه السنه هذه. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب لكي تعم الفائده للجميع. خليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه.